هي مناسبة عالمية لتقييم حصيلة البرامج الخاصة بمحاربة داء السل، ومناسبة وطنية أيضا للوقوف على ما أنجز وما ينبغي إنجازه في إطار البرنامج الوطني لمحاربة هذا الداء الفتاك، والذي انطلق منذ سنة 1971. برنامج مفاتئ يتطور عبر تقريب خدمات التشخيص والعلاج والرفع من المخصصات المالية واستمرارية مجانية التكفل بالمرضى. المغرب الحمد لله حقق نتائج مهمة جدا للوصول، حقق الأهداف ديال التنمية بتقليصه بين سنة 2000 وسنة 2015 بحالة الحالات 17%، وكذلك بتحقيقه الكشف المبكر اللي تيفوق 85%، وتحقيقه نجاح العلاج يفوق 85%. حققنا الأهداف ديال الألفية، والمغرب حصل على الميدالية الذهبية من المنظمة العالمية للصحة. الاستراتيجية العالمية الجديدة لمكافحة السل للفترة ما بعد 2015 وضعت على رأس أهدافها التخفيض من عدد الوفيات بهذا الداء بنسبة 95% بين عامي 2015 و2035، وهي أهداف تتبناها الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة أيضا. في هذا الباب هذا التقييم اليوم غادي يجعلنا نوضعوا واحد الخطط استراتيجيه جهويه لكل جهه. مثلا الجمعيه ديالنا تشتغل على مستوى الدار البيضاء، ولكن اللجنه الوطنيه تشتغل على مستوى الوطني بتنسيق مع كل الفاعلين في هذا المجال. بما ان الاحصائيات الطبيه تشير الى ان داء السل ينتشر بكثره في اوساط الطبقه الهشه، فان المقاربه الصحيه لوحدها لا تكفي للقضاء على الداء، بل يجب دعمها بمقاربة تنخرط فيها الدولة والمجتمع المدني.